وخلال جلسة المباحثات الموسعة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لزيارة روسيا الاتحادية التي تعزز العلاقة الودية بين البلدين، مشيدا بتوافق البلدين في القضايا الإقليمية. وأكد الملك حرصه على التعاون الإيجابي لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. الحضور الكرام، أود بداية أن أشكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الصديق، ونعرف عن تقديرنا لما تضمنته كلمتكم من مشاعر ودية من دواعي سرورنا أن نكون في بلدكم الصديق، تأكيد على حرصنا اعتزال العلاقات وترسيخها بين بلدينا وبين شعبينا في مختلف المجالات، مشيدا بما تتسم بها من توافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه عز الأمن والازدهار في أوطاننا وخدمة الأمن والسلام والسلم الدوليين، كما أننا حريصون على استمرار التعاون الإيجابي بين بلدينا لتحقيق الاستقرار والأسواق العالمية النفط وخدمة النمو الاقتصادي العالمي. إننا على قناعة تامة أن هناك فرصا كبيرة تسهم في تنويع وتوزيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة الاستغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين ودفع عجلة التبادل التجاري في كل محاوله وفق رؤية 2030. إن المجتمع الدولي اليوم طالب بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فقد دعت المملكة إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وتبرعت بمبلغ 110 مليون دولار، كما عملت المملكة على تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة إسلامية، وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض. إننا نؤكد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإن الأمن والاستقرار من الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، ما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وفي اليمن فإننا نؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وما يحفظ اليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره. أما ما يخص الأزمة السورية فإننا مطالبون بالعمل على إنهائها وفقا لقرارات جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن رقم 2254 وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مشكلة مسلمي الروهينجيا وإيجاد حل يحميهم من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم. فيما نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وفي الختام يطيب لي أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة المملكة السعودية لاستكمال مشاوراتنا حيال القضايا ذات اهتمام مشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في كافة المجالات، كما أكرر شكري لفخامتكم والحكومة الروسية على ما لقيناه من حسن استقبال
وكرم الضيافة، وتمنى لبلادكم وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.